نادين الراسي تتعرض لوعكة صحية خطيرة، ظهرت مع ابنها مارك وأقلقت الجمهور. جوابي ما أنا ولا مرة هو بيعرف، ولا مرة كان في موضوع محين، بس دايماً كل شيء اجتماعي بحب اشتغله، وإن شاء الله قريباً حيكون في شيء. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي أقلقت من خلاله الجمهور عليها. وفي التفاصيل، نشرت الفنانة نادين الراسي مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستغرام برفقة ابنها مارك حتشيتي من زوجها الأول، حيث قالت: كنت شوي مريضة بهاليومين، جاي معي شخصياً مارك. مراقبة. كنت توصليني على المدرسة، أنا موصلك على الشغل. مراقبة تامة اليوم. بوجو كيفنا اليوم؟ ومن ناحية أخرى، عادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة رومانسية لابنها مارك ظهر فيها مع حبيبته، وعلقت بالقول: طريقة الليلة لأقول ليلة سعيدة. وكان قد أثار الممثل اللبناني جسكار أبي نادر حالة من الجدل بين الجمهور بسبب نشره صور برفقة أولاده من الفنانة اللبنانية نادين الراسي. وفي التفاصيل، نشر جسكار عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام وظهر برفقة أولاده مارسيل وكارل. الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نادين الراسي لم تتمكن من رؤية مارسيل وكارل منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بينها وبين طليقها جسكار أبي نادر حول الحضانة. ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ابني نادين الراسي أصبحا شابين وسيمين. ابني بيشبه أولادي، أنا ما شفتهم وبعد اليوم ما شفتهم، وبجرب أبعتهم بس ما بيردوا. شو بتقولي للي منعك أو اللي حرمك منها؟ هذا وكانت نادين الراسي ردت في وقت سابق على التسجيل الصوتي المسرب لوالدها، والذي انتشر بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان والد نادين يهاجمها ويقول إنها سببت لعائلتها البهدلة، وإنه لا يريد منها شيئاً بل أن تبقى بعيدة عنهم. ملوخية مين أطيب بابا؟ ملوخية مين أطيب بابا؟ دندوقة. دقتي قبل، دقتي قبل. أي أي هقل. لا ملوخية نادين أكيد. لك شكلة لك. وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدها ووالدتها، حيث كانوا يستعدون لتناول طعام الغداء وتحديداً الملوخية. إذ سألت نادين في الفيديو عما إذا كانت الملوخية التي تطهيها هي ألذ وأطيب من تلك التي تطهيها والدتها، ليرد والدها بالقول: ملوخية نادين أكيد.